مع حلول شهر رمضان المبارك وحرصا منها على توفير التغطية الأمنية اللازمة والحفاظ على الأمن والسكينة للمواطنين، سطرت مصالح أمن ولاية عين تيمشنت مخططا واسعا سخرت بموجبه جميع الإمكانيات المادية والبشرية. أولها تأمين المساجد خلال صلاة التراويح، تأمين الساحات العمومية التي تعرف إقبال كبير للعائلات خاصة خلال الفترة الليلية، تأمين التظاهرات الفنية والثقافية لا سيما كما قلنا خلال الفترة الليلية، تأمين محطات نقل المسافرين، البنوك، مراكز البريد بالإضافة إلى الأسواق، تعزيز تواجد الأعوان المكلفين بتنظيم حركة المرور عبر المحاور الرئيسية التي تعرف كثافة مرورية، وفي هذا الشأن سيتم إحداث فرقة ليلية لتنظيم حركة المرور تعمل إلى غاية الساعات المتأخرة من الليل. نجاح المخطط الأمني هذا مقترن بتفاعل المواطن معه بالتبليغ عن مختلف الجرائم. تدعو مصالح أمن الولاية مواطني ولاية عين تيمشنت للمساهمة في إنجاح هذا المخطط الأمني عن طريق إبلاغ عن أي شيء يلفت الانتباه، عن طريق خطوطها المجانية خط 1548 وخط النجدة 17 بالإضافة للخط المستحدث مؤخرا 104 المخصص لحماية الأطفال. توفير الأمن والسكينة خلال هذا الشهر الفضيل مقترن بتكاتف جهود جميع مكونات المجتمع الجزائري، وبالخصوص الابتعاد عن النرفزة والانفعال.